السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ايه رايك بالمفاجاه دي؟ تاب الام دي ايه رايك بالمفاجاه؟ جايب ايه ده؟ ايه يا ناصر؟ ربنا ما يحرمني من دخلتك عليا يا حبيبي. ده ايه يا حلاوه يا جوزي داخل على انت بقالك قرن ما دخلتش علينا بحاجه. دي ايه ده؟ انت بتاكلي وتنكري زي القطط. ما انا جايب لكم فرختين عشان التصوير الحلقه اللي فاتت. ايه الافطيره اللي انتوا فيه ده؟ كرشه كرشه يا ما جاب الغراب لامه. ما هو مش كرشه وبس. ايه ومنبار قطيعه قولي استئصال كرش من عملية اللي انتوا بتعملوها؟ لا والله الجراح اللي بياخدها نظافه حلوه وشكلها جميل. بنتي ازاي اختها تقتلني؟ كرش ومنبار ايه بس يا نظر؟ ده عاوزه هده وغلبه وعيالك ما بياكلوه ما بياكلوهاش اساسا. انا مال احنا هنعمل بقى حلقه على القناه بتاعتي لسان اهل مصر. حلقه لسان اهل مصر يا ما جاب الغراب لامه. يلا كتر خير اليوتيوب اهو داخل عليا بحاجه بقالك قرن ما دخلتش علينا بحاجه. املوا لنا بقى ريحه البيت كرشه عشان نانسي تيجي تقتلكم. بعد يوتيوب وسنين حطيت دقيق وملح وسكر معلقتين معلقتين ودقيق. هنحط كمان ليمون وخل. الخل ليمون ننقعها شوية كتار نغسلها كتير. ماما هي عامله كده ليه؟ ما لسه بقى لسه ما هي انت عايزه تاكليها. هي بتيجي كده يا سلمى تقوم ما تشوفها وهي لسه جايه. صح انتوا انت عايشه معانا هنا اساسا؟ انا هتتعمليها معاها ايه؟ شويه بصلصه وشويه محمرين وممكن معاها رز شعريه. ممكن تتاكل مع مكرونه عادي مع اي اي اكل زي انت عايزه. برده كتير قوي يا حاج. نعمل بايه المنبار الكتير ده؟ انا هو كيلو وهو كفايه جايب لي 2 3 كيلو. هو هيبقوا 3 حلقات ليه يعني؟ وما كرشه ومنبار 3 حلقات ليه؟ اعملي اللي تعمليه وسيبي باقي رمضان. خلاص نعين بقى نعين شويه رمضان. هو ماما انت هتفضلي تنقعي لغايه امتى؟ هفضل لا ساعتين تلاتة اربعة. كرشة اتغسلت اهي وبقت زي الفل. نحط بقى جزر نحط بصل توابل بنسلقها نديلها سلقة بعملها في حالة الضغط تختصر للوقت يعني. حطيت بصل وحطيت جزر وحطيت فلفل وملح ونقطع طماطم ممكن كمان. وفي بيحطوا فلفل بس انا ما بستحبش الفلفل لانه بتعب القولون اللي عندي للاسف. نحط اهو جوزي متوصي بيا جايب لنا كميه كبيره. زنجبيل ولا ورق لورو. احنا بنبدلها تشويحه كده الاول بحته سمنه قبل ما نضيف الميه. هي في ناس بتقطعها اصغر من كده بس انا للاسف ما بحبش اقطعها اكتر من كده لان انا بحبها كبيره لان ايدي لا تستحمل الحقيقه اقطع كل ده. في ناس بتغلي تسقطها في ميه وبعد كده ترمي الميه لكن ما شاء الله الكرشه المره دي تحفه 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 ملهاش ايه اي ريحه ولا اي. انا ما بكترلهاش الميه الميه ما بنستخدمهاش اصلا الشوربه بتاعتها يا دوبك بس ايه تستوي بيها كده كوبايتين ميه معاها. وبقفل حاجه الضغط بتاعتي وبتفضل حوالي بقفل عليها بتقعد اكتر حاجه ايه ماكسيموم نص ساعه. يلا يا بابا الحلقه جاهزه قصدي الاكل جهز. يلا بسم الله توكلنا على الله. اكل ايه يا بنتي؟ طبق سلطه
طماطم وعلى جزر وعلى خيار. مش الحلقه كانت عن الكرشه؟ اصبر شويه قول للمشاهدين كلمتين على ما الاكل يتحط. ثواني. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم الدكتور ناصر سبلة على قناه لسان اهل مصر. كنت بعمل حلقه عن الامثال اللي فيها الكرشه واللحمه، قلت ناكل مع بعض عيش وكرشه. بسم الله ما شاء الله توكلنا عليك يا رب. قبل ما اكل لازم تشتركوا في القناه، تعملوا لايك، تشيروا الفيديو. قناه لسان اهل مصر بعد لسان العصفور في البحث في اليوتيوب. بسم الله ما شاء الله. ايه الاكل اللي يفتح النفس ده؟ ده امثال ايه اللي هتفتح نفس الناس ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الواحد محتار والله يبدا بايه ولا ايه. منبار يخلي القلب نار، كرشه تهنيلك الفرشه. دي الحاجات اللي بيقولها البياعين لما يجوا يباعوا. منبار يخلي القلب نار، كرشه تهنيلك الفرشه. منبار تاني، ده احنا ليلتنا منابير ان شاء الله. وايه البيتزا دي؟ ايه موقعها من الاعراب هنا اصلا؟ مين اللي عامل البيتزا الحلوه قوي دي؟ يعني ده الواحد ممكن يسيب الكرشه وياكلها. لا بتاعت نانسي. خلاص ما غلطناش. عملت لك كرشه بصلصه وكرشه من غير صلصه مسلوقه كده بس عشان المعده. والله ما نتحرم من اهو. وبيتزا للبروات اللي ما بيحبوش الكرشه. مطفحنا. لا سمك بياكل ولا بط بياكل ولا كرشه بياكل ولا خضار بياكلوا. لا اله الا الله. بس شويه شوربه شكلهم والله والله يفتح النفس. يعني الواحد شرب شوربه كتير وقليل، لكن شوربه كرشه اول مره اشوفها اجربها اساسا. الله شوربه روعه. محطوط عليها ليمون ولا نحط؟ نحط. وحطينا عليها ليمون وبقى طعمها احلى واحلى. بدايه كده انا عارف ان 3/4 المشاهدين بيقولوا يعني، وبالذات الجيل الجديد، لكن براحتهم يعني لا مؤاخذه، يعني الواحد ياكل ولا يهمه اي حاجه. نبدا بالمنبار. هو الفكره ليه انا عملت حلقه عن الكرشه؟ الكرشه موجوده في التراث المصري والمطبخ المصري من زمان جدا. وبياع الكرشه كان له اسم مخصوص غير الجزار، ولحد النهارده بيسموه الكراكاتي اللي هو بياع الكرشه. واحده صاحبتي اشارت عليا ان انا اربط المنبار واقطعه صغير كده. ايه رايك في الصغير ده؟ شفتي الكيوته دي؟ واو. انا قطعت شويه وسبت شويه بالطريقه العاديه عشان طريقه امي برضو الحاجه ما تزعلش. ربنا يخليها لنا يا رب. كويس انها علمت حد اساسا. الجيل الجديد ما بيعرفش الكلام ده، ويا ريت العيال يتعلموا يعملوه. فبقول لكم ان البستار ده اللي هو صبي الجزار. الستات اللي بتبيع الكرشه في السوق بيبقى عندهم على طبالي كده، والبشكاري يودي لهم الحاجات كلها ويقسموها 3 أصناف: كبده، حلويات، اللي في النص بقى الفشه، دهن التفاليس، اخر حاجه بقى اللي بيسموه ايه بقى الشغل. دهن الايه؟ التفاليس. جايه من كلمه فلس، عيب انك تعرفيها. وده ايه اخر حاجه زي ما قلنا الشغل. والمثل المشهور قوي قالوا للجزار ليه لحمتك مشغته؟ قالوا قصدي ليه لحمتك مشغته؟ قال الجزار قريب. المهم ما كملتكمش حكايه الجزار والكراشاتي. بيقول لك كراشاتي صاحب جزار يعني تناسبه. قال له القرف جابنا لحد الدار. يعني حتى الاثنين شغالين في نفس المجال، لكن واحد بيقول على التاني ان هو جاب له القرف اللي هو الكراشاتي. يعني انتوا عارفين الكراشاتي؟ الكرشة طبعا جزء من المعدة، معدة الحيوان. بابا أظن إن أشهر مثل عن الكرشة إن قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة. بالظبط، وده أول مثل كنت عايز أتكلم. المثل بتاع العيلة بتاعنا. أيوة، لأننا كلنا مقتنعين إن إحنا قليلات البخت. أنت لو بصيت على الكرشة، الكرشة دي مصارين ومعدة وكلام من ده، عمرك ما تتخيلي إن يبقى فيها حتة صلبة زي العظم. فواحد قليل البخت زي نجيب الريحاني كده في فيلم حمام افندي اللي هو غزل البنات، اللي طلع نحس في كل حاجه، جه يشتري اول سمكه فاسده في البلد اشتراها الطريقه خالص ده اهي، يلاقي فيها عظمه. ده قليل البخت، ده مش قليل البخت، ده ما تعيش وخايب الرجل. هو في امثال تانية عن الكرشه؟ انا عايز اقول لك حاجه،
الكرشه كانوا بيعتبروها اكل الفقراء، فقالوا ايه مثلا، بيقول لك ايه، الكرشه عند المقلين ظفر. المقلين اللي هم مقل يعني، سواء في العطاء او سواء في الدخل بتاعه، فكانوا بيعتبروا ان الكرشه ديت، وهي احنا جايبين دول شويه الحاجات دول ب 200 جنيه، الكرشه ديت كانت عند الفقير هي اللحمه بتاعته، فيقول لك الكرشه عند المقلين ظفر، والظفر طبعا معروف يعني ايه، الفراخ والبط واللحمه. امثال تاني عن الكرشه، قال لك ايه بقى، زي ما قلت لكم الكرشه كانت تعتبر للطبقه الادنى، والناس ما كانتش بتفضل الكرشه عن اللحمه او اللي، فيقول لك ايه بقى، ايراد في الليه او في اللحمه ولا فردين في الكرشه، يعني الواحد ياخد حته صغيره كده اهوت من الليه او اللحمه ولا يقعد ياكل ايه، مع ان بصراحه الواحد ما عادش يطيق اللحمه بعد ما اكل الكرشه دي. الكرشه وضعها في الطشت او على الطبليه في السوق، وغالبا المفروض ما توصلش لمرحله السوق، فلما بتوصل لمرحله السوق بيقول لك ايه، اياك تتفضح في ريحه الكرشه في السوق او اللحمه في السوق، لكن انا سمعتها اللحمه اكتر في السوق. المنبر ما سمعتش امثال كتير عنه، الاسم ممكن ما يكونش منتشر، في اسكندريه واماكن كتيره بيسموها عصبان، بيحشوا رز وخلطه معينه، والكلمه المشهوره ان علاقتي بالناس ماليش دعوه بتاريخهم، زي علاقتي بالمنبر كده، انا مستمتع بيه جدا وناسي تماما تاريخه قبل ما يتحط ويبقى منبار. طبعا انتوا عارفين تاريخه كان شكله ايه، يعني بلاش احنا بناكل. وطبعا مستحيل من سابع المستحيلات الواحد يشوف بيتزا وسط الاكل ويسيبها كده من غير ما يمس عليها. شن خاطر الدور ده ايه بس، دوقها ولو كلتها لك مية جايزه. هنعمل تحدي الكرشه، محمد هياكل الكرشه، يلا محمد يلا. اول مره هياكل الكرشه في حياته. طبعا يا كات، كل انت بس وانا هظبطك. طبعا مش مصدقني انت قلتها، خد دي كمان قدام الكاميرا، قدام الكاميرا من برايا. عايز اقول لكم ان محمد خسر التحدي، كنت هظبطه تظبيطه حلوه قوي بصراحه، بيكلفني كتير في المونتاج الواد. الله، شيلوا الاكل ده وهاتوا الحلو. عايز اقول لكم ان البنت نانسي من كتر ما هي مش طايقه موضوع الكرشه افتكرت ان البيتزا دي معموله بالكرشه. يلا شيلوا الاكل ده وهاتوا الحلو، يلا هات الحلو. والله ما حلو الا انت يا جميل. عارف الجلاش الرز ده بالمناسبه انا واخده سره من حماتي، ربنا يديها الصحه. ادعوا لامي وادعوا لمراتي اللي تعبت معايا جدا في الحلقه دي، واشكركم واشكر متابعتكم. مراتك بس وبنت سلمى والبنت اللي مش طايقه الكرشه ديت. محمد كان المنبر على فكره بس ما قدرش ياكل الكرشه. تابعوا كل حلقاتي وتلزقي لايك وشير